واحد من الجيل دابا واحد الجيل تشتكت غير شبتي وكيف نتينا وكيف نتينا والله العظيم انا باش نلحق انا دور بها الشيباني دور بها بدا سيدي صلاح الدين الحوار شيبك ولا شنو ايه والله الا الصحافه هذا تشيب والسينما هذا تشيب قول لي واش السينما هذا تشيب كتشيب انت شوف ها هو العالم ولكن الشباب في القلب يبدا سيدي صلاح الدين الشباب في القلب وفي الافكار كاين الشباب كيبقى ديما حاضر في الافكار ودائما شباب نعم. انا ملي كنت مع الشباب كنت انا شاب نعم عطيوك شويه الطاقه الايجابيه الشباب دابا اييه فيهم شباب ممتازين كيعطوك طاقه باش ما نحتاجش نعطي الامثله مثلا عمر لطفي انا معجب به لان من احسن الممثلين حاليا نعم حاليا ف يعني كيعتمد على نفسانيات وكذا وما تستغربوش واحد المعهد اللي ما كيهضروش عليه الناس المعهد البلدي ديال الدار البيضاء نعم عطى ناس اكفاء راه تخرجت منه في من تما من تما وانا تخرجت منه سعد الله وخديجه حسن الفد منافته ما تخرجش منه وعدد الاسماء اللي معروفه تخرجوا منه فلهذا هذا المعهد راه عطانا واحد الباقه اللي الحمد لله عليها بامكانياته القليله وبالاساتذه ما كيتخلصوش مزيان وسير